أخبار المشاهير الأتراك. لم يتم التوافق مع الممثلة التركية جانسو ديري المعروفة بفيروز في مسلسل حريم السلطان على مشاركتها بطولة مسلسل مال أسود وعشق كاذب مع الممثل التركي أنجين أكيورك المعروف بكريم في مسلسل فاطمة، وسوف يتم استبدال جانسو بممثلة أخرى قريبة الشبه منها، ولكن ما زال البحث مستمر حتى الآن. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن سبب عدم التوافق مع جانسو هو الأجر العالي الذي تطلبه. يذكر أن المسلسل بات مرفوضاً من قبل ثلاث نجمات هم توبا بيوكستون المعروفة بالوطن العربي بلاميس، ميريام أوزيرلي أي السلطانة هيام، وجانسو. شوهد الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند مع مرجان ابن شقيقته ميليسا في أحد المراكز التجارية الكبرى في إسطنبول وهو يحمله بين ذراعيه ويلاعبه ويشتري له الهدايا والألعاب، مما أثار دهشة وإعجاب زوار المركز التجاري وراق لمعجبيه ممارسته لدور الأب الحنون مع ابن شقيقته، ولم يمنعه التعب في التجوال لساعات مع الصغير من تلبية طلبات معجباته ومعجبيه في التقاط الصور معهم. وبالرغم من تردد كيفانش في الزواج والإنجاب في الوقت الحالي، حرصا منه على ألا يشغله شيء عن نجاحاته الفنية في السينما والتلفزيون، إلا أن حنانه مع أبناء شقيقته وحرصه على اصطحابه معه كشف حبه للأطفال وبراعته في التعامل معهم ما ينبئ نجاحه مستقبلا.